حاصل الطريق ونطالب بما طالبوا به. مو مطالبنا هذا ذراع الجزيرة هذا بسيط خروجه، ولا مطالبنا إطلاق سراح معتقلين هذه بسيط، طالب بإطلاق سراح معتقلين سنة وشيعة والسبعة المنسيين والهاشمي والثلاثين ألف والحراك الجهادي، هذه كلها شيء أوليات. مطالبنا أن يكون الشعب كريم، أن تكون لا يكون هناك ظلم، كل قانون جاري يلغى، كل قانون يبرر الاعتقال يلغى، كل قانون يستعبد به الناس يلغى. هذه مطالبنا، تغيير كامل لهالأنظمة والقوانين وتبديل للمسؤولين، كل من يشارك في الظلم يقتلع، كل من يشارك في الفساد يقتلع. ريد إصلاح جذري وتغيير شامل، هذا جزء بسيط إطلاق سراح المعتقلين وخروج ذرع الجزيرة، هذه أداة من أدوات الفساد اللي يستعملها النظام، الاعتقال أو ذرع الجزيرة أو القتل أو ما شابه. أما مطالبنا كرامة حقيقية، عدالة يعيش فيها الإنسان بأمن وأمان، حرية ما يقيد ويكبل ويمنع من حركته وتطلعاته، هذه مطالبنا. وإلا أهلا بالشهادة، ما عندنا مانع أن نكون شهداء، بل نسألها ونسأل الله أن يجعلنا مع الشهداء.